سعادة السيد جاسم بن سيف السليدي وزير المواصلات والاتصالات، سعادة السفيرة غريتا هولتز القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أنا المهندسة شيخ المنصوري من وزارة المواصلات والاتصالات أن أكون مقدمة هذا الحفل الكريم، وأود الاعتذار عن التأخير. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إنها فقط البداية. إنها بداية المشاركة في عصر الحوسبة السحابية في دولة قطر في إطار رؤية قطر 2030. قبل عام أبرمت دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت شراكة استراتيجية لإنشاء مركز بيانات أزور العالمي في دولة قطر ليكون منصة وطنية معتمدة لخدمات الحوسبة السحابية. واليوم بدأنا نقطف الثمار من إنشاء مركز بيانات أزور في قطر وتجهيز بنية تحتية مناسبة للقطاع الحكومي وتطوير مهارات العاملين في مجال نظم المعلومات والاتصال. في هذا الاحتفال الرقمي الذي فرضت علينا ظروف وباء كورونا أن يكون عن بعد، لكن وعلى الرغم من ذلك فإننا قريبون من بعضنا البعض، قريبون في العمل من أجل الوصول إلى الأهداف السامية. لا يسعنا في بداية حفلنا إلا أن نرحب بالمشاركين والضيوف الكرام. والآن يشرفني دعوة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. شكراً شيخ. سعادة السفيرة غريتا هولز القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر، سيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً وأن أتوجه لكم بالشكر الجزيل على مشاركتنا هذا الحدث الخاص للاحتفال بالذكرى الأولى ومرور عام على الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت لإنشاء مركز بيانات أزور في دولة قطر. الحضور الكريم، نتطلع في دولة قطر في ظل قيادتنا الرشيدة نحو الريادة في كافة المجالات لما حباها الله من إمكانيات مادية وإرادة بشرية تؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة. ولقد أثبتنا ولله الحمد هذه الريادة في عدة مجالات، وأصبح لنا فيها سمعة دولية ومكانة عالمية تشخص لها أنظار العالم قاطبة، منها على سبيل المثال لا الحصر المجال الإعلامي، فقناة الجزيرة من لا منبر له، وفي المجال الرياضي تتزين ملاعب كأس العالم 2022 وتتأهب الآن لاستضافة بطولة استثنائية، وفي مجال الطيران تجوب طائراتنا ناقلنا الوطني أجواء الدنيا حاملة ألواء رايتنا الخفاقة دائما بإذن الله. إن طموحنا ليس له حدود ولن يقف أمامه عائق، ولرؤيتنا الوطنية 2030 طريق واضح وركائز أساسية نعتمد عليها لتحقيق هذا الطموح. ومن ركائز هذه الرؤية تنوع مصادر الدخل الوطني واستحداث مجالات جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل حديثة ومتقدمة وغير تقليدية، بحيث يصبح الاعتماد على هذه المصادر موازن للاعتماد على الثروة الهيدروكربونية. ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة المجالات الجاذبة للاستثمار بكل أطيافه، من تجارة الأجهزة والمعدات وتشغيل وإدارة الشبكات وتطوير البرمجيات الذكية وتوفير الخدمات الفنية وتقديم الدعم الفني وعقد الاتفاقيات الإطارية وغيرها من المجالات. ثم تأتي الحوسبة السحابية لتحدث ثورة حقيقية في هذا المجال، ثورة جعلت ما نراه اليوم كان ليخطر على بال في الماضي القريب. فالحوسبة السحابية بما تحتويه خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبرامج انترنت الأشياء وسلاسل الكتل والقدرة الهائلة على معالجة ملايين البيانات، يمكنها إحداث تغييرات وتحولات مذهلة في كل جانب من جوانب حياتنا، والمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل وإنشاء مؤسسات وجهات أكثر ذكاء وترابطا، والمساعدة في إدراك العالم المادي من حولنا. لذا عقدنا العزم على الاستثمار في مجال الحوسبة السحابية لتكون قطر مركزا إقليميا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وقبله للمستثمرين الدوليين في هذا المجال، وتم عقد شراكة استراتيجية قبل عام أكثر بقليل مع شركة مايكروسوفت العالمية لإنشاء مركز إقليمي لسحابة مايكروسوفت الشهيرة بأزور في دولة قطر. ومن خلال هذا العام وبالتعاون مع شركاتنا المحلية التي أثبتت جداراتها وقدرتها على تحقيق المستحيل، استطعنا الانتهاء من أعمال تشييد البنية التحتية اللازمة في 3 مراكز في آن واحد وفقا للمعايير الدولية لدى شركة مايكروسوفت، واضعين في عين الاعتبار استقلال الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وجاري الانتهاء من ربط هذه المراكز ببعضها البعض بشبكة من الألياف الضوئية فائقة السرعة لضمان نسخ البيانات بين المراكز وتوافرها طول الوقت، بحيث يكون مركز أزور قطر جاهز للاستخدام في الربع الأول من عام 2022 إن شاء الله. كذلك جاري الانتهاء من ربط هذه المراكز بمراكز أزور الأخرى حول العالم ليصبح مركز أزور قطر جزء لا يتجزأ من شبكة أزور الدولية. حضور الكريم، أن وجود هذه المراكز في دولة قطر من شأنه أن يحث الشركات المحلية على أن تستفيد من هذا الاستثمار وأن تبدأ في استحداث خدمات ووظائف جديدة من شأنها دعم السوق وإدارة عجلة الإنتاج التكنولوجي في الدولة، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من خلال هذا القطاع وتحقيق رؤية البلاد في بناء اقتصاد المعرفة. كما بدأنا نرى شركاتنا بين الشركات القطرية في القطاع الخاص وشركات أجنبية ذات خبرة في الحوسبة السحابية، كذلك وخلال العام الماضي ورغم الظروف الصعبة التي لا تخفى عليكم، قامت 6 شركات خارجية متخصصة في الحوسبة السحابية بافتتاح فروع لها في الدولة ليكون باكورة لجذب الاستثمار. والمتمعن في توزيع مراكز أزور حول العالم سيكتشف أن موقع قطر يجعلها الاختيار الأمثل للعديد من دول من الدول المجاورة، ولكن طموحنا ليس له حدود، فحين نرى أن القارة السمراء ذات الاقتصاديات الناشئة ليس فيها إلا مركز وحيد لحوسبة أزور في جنوب أفريقيا، ندرك حجم الفرص لتوفير الخدمات لدول شرق وغرب وسط أفريقيا، ونهيب بشركاتنا المحلية وضع هذه الرؤية في خططهم الاستراتيجية للتوسع خارج السوق القطري. ليس ذلك بحسب، فطموحنا أيضا أن نرى منتجنا تكنولوجيا قطريا معروض على منصة سوق أزور، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول عليها في أي مكان في العالم. الحضور الكريم، فكما عملنا على تشييد العمران لم نقفل تطوير العنصر البشري، وذلك أعمالا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأهمية الاستثمار في المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد من خلال تدريبه وتأهيله للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. لذا عمدنا من أول يوم على إطلاق برنامج تدريب تقنيات أزور، والذي أسفر حتى اليوم عن تدريب المئات من موظفين الجهات الحكومية على مختلف المستويات. ونرى اليوم الجهات الحكومية وشبه الحكومية تنطلق لاستخدام سحابة أزور بشكل ملحوظ، خاصة في ظروف جائحة كوفيد-19. وها نحن اليوم نكرم المبدعين منهم مع إيماننا بتميز الجميع. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكر كافة القائمين على هذا النجاح من الجهات الحكومية وشركاتنا المحلية وشركة مايكروسوفت العالمية، وأخص بالتقدير الجنود خلف الكواليس من أبناء وزارة المواصلات والاتصالات الذين لم يدخلوا جهلا أو وقتا إلا بذلوه لتحقيق النجاح تلو الآخر. وموعدنا القادم إن شاء الله عند التدشين الرسمي والتشغيل وما بعد التشغيل، فطموحنا ليس له حدود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.